اولا كل عام وانتم بألف خير، يعطيكم العافيه. في بيت لحم الامور جميله بالرغم من الحاله الصعبه حقيقه التي تعيشها الضفه الغربيه منذ ساعات، والامور الامنيه هنا في الضفه الغربيه غير مستقره سواء في الشمال او حتى في الجنوب. جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتقل اكثر من 20 فلسطينيا منذ ساعات الفجر، لذلك الامور هنا يعني مرتبطة تماما بما يجري. حتى وإن كانت هناك احتفالات وإن كانت هناك أعياد في مدينة بيت لحم، ولكن هكذا هي فلسطين، يعني الواقع الذي لا يمكن لنا أن نخفيه، اعتقالات، قتل، وبالأمس مسن يبلغ من العمر 80 عاما دهسته شرطة الاحتلال عمدا، سيارة الشرطة يعني دهسته وهو الآن بحالة حرجة جدا في الخليل، في بيت لحم كذلك، في نابلس، في مختلف المناطق الفلسطينية. ولكن أعود إلى الأعياد، إلى الاحتفالات، السريان، الأقباط، الروم الأرثوذكس، الأحباش كلهم ينتظرون طبعا منذ ساعات الصباح أن يأتي الباترياك، وبالتالي في تمام الساعة 8:30 صباحا تقريبا دخل باترياك السريان ولحقوا باترياك الأقباط، وفي تمام الساعة تقريبا 12:00 ظهرا دخل الباترياك ثيوفلوس وهو باترياك الروم الأرثوذكس. نحن الآن بانتظار باترياك الأحباش، في تمام الساعة 2:45 سيصل حسب يعني إعلان الجهات المسؤولة وكذلك الجهات المنظمة إلى بلاط كنيسة المهد لاستقباله من قبل طبعا الطائفة وكذلك يعني راعي الكنيسة هنا ورجال الدين كما يجري دائما. الأجواء جميلة مما لا شك فيه، كانت الناس أعدادها أكبر في ساعات الصباح لأنهم كانوا يعني على أهبة الاستعداد لاستقبال كما ذكرت يعني الباترياك، وذلك للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد. هذه الاحتفالات تقتصر على المحليين فقط، على الفلسطينيين من الضفة الغربية وجزء قليل من قطاع غزة من مدينة القدس المحتلة وكذلك من الخط الأخضر، وربما الاعتماد الأكبر على الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر تجاريا وسياحيا، لأن الأمور هنا يعني صعبة جدا بالنسبة للتجارة والسياحة التي دمرت بالكامل وخسائرها تجاوزت 3 مليار دولار في 1.5 عام هذا فقط سياحيا على المستوى السياحي، قطاع السياحة، وهذه الأرقام صادرة عن وزارة السياحة والآثار. بالتأكيد ستستمر هذه الاحتفالات حتى قداس منتصف الليل، وكما اعتدنا دائما بأنه يعني الساحة هنا تبقى تعج بالفلسطينيين من مختلف المناطق وكذلك بعض الحجاج المسيحيين الذين تمكنوا من زيارة فلسطين قبل إغلاق المعابر والجسور من قبل دولة الاحتلال بسبب فيروس كورونا وتحديدا المتحور الجديد الجنوب أفريقي أوميكرون الذي أثر بشكل كبير على هذه الاحتفالات، وهذه السنة الثانية على التوالي التي تكون فيها الاحتفالات يعني مقتصرة على الفلسطينيين أنفسهم، حتى أن العام الماضي كانت الأمور يعني أصعب وكانت مقتصرة فقط على رجال الدين ووسائل الإعلام التي بثت للناس عبر بث مباشر وعبر وسائل الإعلام يعني هذه الاحتفالات، ترانيم مختلفة، موسيقى كذلك، سانتا كلوز، ويعني أمور كثيرة مرتبطة بالأعياد. وهذه بيت لحم، يعني هذه مهد السيد المسيح، هذه المدينة الجميلة التي لها رمزية تاريخية ودينية وتحظى باهتمام كبير وواسع من مختلف الدول العالمية ويأتيها الناس من أصقاع الأرض، لكن هذا العام مختلف كما ذكرت لك حسن قبل قليل. شكرا جزيلا لك رائد الشريف، كنت معنا من بيت لحم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.